صراحة أجواء مزيانة وحنا فخورين بالمنتخب للنيفو اللي وصل ليه. كنا بغينا نجاو الطروازيام الساعة مكتاب شوف فرحانين بهادشي اللي قدمو. تحية لإيكيب فيكتيف كاملة وركلاكي اللي جا في وقت وجيز وحقق هاد الإنجاز. هادشي راضيين 100% مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرتبة الرابعة هي إنجاز في حد ذاته. أحسن جيل داز من نهار بدا المنتخب الوطني. دراري الإصابات تخلويد داكشي اللي كان في مباراة فرنسا. الفيفا ما بغاش المنتخب. الفيفا بما أن المنتخب الوطني وصل أنه يجمع المسلمين ويجمع اللمة ونشوفوا السجود ونشوفوا الصلاة على النبي. الفيفا ما بغاش هادشي. تحارب المنتخب. شنا ضربات الجزاء اللي ما تعلنتش. الحمد لله ربحنا العالم وما داو كأس العالم. حنا ربحنا العالم ربحنا حباد المنتخبات العربية كاملة اللي بهذا القميص. شكرا للمغرب. شكرا للاعبين. درتوا اللي عليكم. والاداء هو ما عجبناش الاداء 100% ولكن الله يحسن العوال. اللعابه الاصابات بزاف الحوايج بركه عليهم. الرتبه الرابعه شرفونا الله يسهل عليهم. المباراه انا جاني اللعابه شويه كيفاش يقولوا لها فاتيغي. عطاو بزاف تاع المجهود ولكن واخا هكاك فرونشمون حنا مفتخرين بهاد المرتبه اللي حققوا. ان شاء الله المره الجايه نمشيو اونكور بلوس بعيد. واش نقول لك ديما مغرب انا فريمون فخوره بهم بزاف. واش بونس كل المغرب كامل وفخور بهم فريمون. هادشي اللي حقوا هاد المره خيالي تاريخي. حنا فرحانين بزاف اي فرانشمون. ديما مغرب ديما اسود الاطلس. المباراه كنا صراحه على اعصابنا من الاول. فالحمد لله كانت ماركه البيت الاول وجا التعادل مباشره معه اللي عطانا واحد الثقه وعطانا واحد الامل اننا نكونوا في المرتبه الثالثه. ولكن ما وفقناش الحظ والدراري كلهم كاين اصابات عندنا بزاف. تقريبا 60% ديال الدراري اللي عندهم اصابات. كنقول لهم شكرا. كنتوا اسود كنتوا ابطال علمتوا العرب وحدتوا العرب. شكرا لهم حيت عرفوا بالمغرب ككل. فكلشي كيقلب على المغرب فين جات وفين هي المغرب. عرفوا على الثقافه ديالنا. شكرا للجمهور اللي مثلنا في قطر احسن تمثيل. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. شكرا لدوله قطر اللي استضافتنا ورحبت بينا. وكان تنظيم احسن تنظيم واقيلا اللي انا شاهدت في الفلاش ديالي فما عرفتش قبل اشنو كاين. شكرا للجمهور اللي كان معنا اليوم وكان هدي الفوز ديالنا لصاحب الجلاله والمغاربه ككل والعرب والافارقه. الشكليه بغض النظر عن النتيجه ماشي شي مقابله اللي مهمه. المركز الثالث والرابع اننا وصلنا. لعبنا سبعه الماتشات كيف غيلعبوا الناس ديال الفينال. لعبنا سبعه الماتشات. النشيد الوطني عزف سبعه الماتشات. الرايه ديالنا شافها العالم سبعه الماتشات. حنا ديما مغرب وعاش الملك. والركراكي وليداتو بينوا على انهم فرقه في مستوى عالمي. ربحوا كاع الفرق الاوروبيه. ان شاء الله كاس افريقيا الجاي في 2024 غادي يكون استحقاق. وانتظرونا ان شاء الله احنا جايين. بيان سيغ راضي وراضي عليهم والمغرب كامل راضي عليهم من طنجة للقويرة قلبا وقالبا. وكنا معاهم في الفرحة وديما معاهم. وخا خسروا اليوم ماشي مشكل. حنا كسبنا فريق قوي وفريق كبير وديما أسود. بصراحة المنتخب رفعنا الرؤوس ديالنا ودابا ولات الخريطة ديالنا معروفة في العالم كامل. وكانت مباراة جميلة جدا بين الفريقين. يعني كان مستوانا كان متطور جدا. قمنا بمباراة كبيرة ما توفقناش اليوم ما توفقناش ولكن إن شاء الله كسبنا منتخب كبير جدا بالمدرب ديالو. كنشكروا المدرب كنشكروا السي القجاع كنشكروا المغاربة كلهم اللي شجعوا الفريق. والتوفيق إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. جدا جدا اللعيبة قابوا بمباراة كبيرة. المدرب قام بالعمل ديالو عمل جيد جدا. وكنتمنى لهم الاستمرار في هذا العمل هذا وان شاء الله يتوفقوا في المستقبل. الركراكي كنقول لهم هزوا راسكم الفوق. رفعتوا لنا راسنا هنا في المغرب. المغاربه كلهم فرحانين بكم كلهم فرحانين كلهم كيقدروا المجهودات اللي قمتوا بها. وان شاء الله الرحمن الرحيم راحنا عندنا امل كبير في هذا الفريق هذا في المستقبل. اداء زوين. اللاعبين لعبوا ماتش كبير زوين. كان ناقصنا تسعود نصيري عياب بعد فرص ارتاحوا له مراكش. ولكن لعبنا كرة. عندنا اللاعبين بليسي بزاف هو اللي خلى لا مع فرنسا لا مع الماتش.
ماتش زوين، فرحونا رفعونا راسنا، درنا فريق ولينا كنلعبوا كره، ولات كره كتدخل في الكاري دي زويت، هذا شرف لينا. شكرا لكراكي، شكرا للمدرب، انا فرحان بزاف ما ديما نقول شكرا. اللاعبين كلهم زوينه، ضمننا لاعب من المنتخب، باقي عندنا عناصر شابه كيتواجدوا 22 24 ممكن يلعبوا الكاس ديال 2026، غيقولوا الكلمه ديالهم ونخليو المدرب ونشجعوه. وشكرا لكم نتوما. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.